نواصل مشوارنا الصباحي إلى النشاطات الكشفية هذا الصباح، حيث نظمت مجموعة خليل الرحمن الكشفية رحلة شتوية إلى بلدة حسان غرب مدينة بيت لحم بمشاركة ما يزيد عن 50 شخصا من أفراد هذه المجموعة الكشفية. معنا نعمان سلهب قائد مجموعة خليل الرحمن الكشفية وأمين سر مفوضية كشافة محافظة الخليل. نعمان صباح الخير ويعطيكم العافية. يسعد صباحك وصباح المستمعين جميعا. نحكي عن هذا النشاط، شو تضمنت هاي الجولة؟ ضمن سلسلة رحلات مجموعة خليل الرحمن الكشفية التي انتهجتها هذه المجموعة مؤخرا، قامت المجموعة بتنفيذ هذه الرحلة الخلوية الشتوية، رحلة استكشاف ومغامرة في ربوع بلدة حسان والتعرف على ينابيعها الأثرية والمتميزة الجميلة وطبيعتها الخلابة. ابتدأت هذه المجموعة رحلتها بمشاركة عشيرة جوالة نشام الخليل وعضو اللجنة الوطنية للتدريب وتنمية القيادات القائد نزار الشيخ. بدأنا جولتنا في ينابيع عين البلد المتعددة، هناك مجموعة كبيرة من الينابيع في هذه البلدة، ينابيع يعني تنبع من باطن الجبال ومن المغر. ابتدأنا هذه الجولة مرورا في سفوح الجبال المطلة على البساتين الزراعية ذات الطبيعة الجميلة والرائعة والخلابة، ونزولا إلى آخر عين من عيون حسان إلى عين أباسين، ثم ابتدأنا الصعود إلى عين الهوية المشهورة. وهناك في عين الهوية بدأ برنامج هذه المجموعة الذي يعني امتلأ بالنشاط والحيوية واشتمل على مجموعة كبيرة من الألعاب الكشفية الترفيهية والهادفة والتربوية، مجموعة من المسابقات والفعاليات المميزة، وتناول المشاركون فيها يعني ما يحملونه من وجبات خفيفة من طعام الفطور، ثم أداء الصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا. استكمل أفراد هذه المجموعة جولتهم صعودا نحو البساتين الجميلة حتى وصلوا إلى مكان تواجد الحافلة، ثم ابتدأ الجزء الآخر من هذه الرحلة متوجهين إلى بلدة بتير والنزول عبر المسار التاريخي المعروف والمشهور بجانب عين بتير عين البلد، ثم مرورا بالبركة الرومانية، ثم إلى سكة الحديد الواصلة بين القدس ويافا والتي يعني بنيت إبان الدولة العثمانية ويستعملها الاحتلال الآن. انتهت هذه الجولة بعد التقاط العديد من الصور والتعرف على المكان وعلى طبيعة بلدة بتير، ثم غادر يعني المشاركون إلى عودة إلى مدينة الخليل. يعني تم استكشاف هاي الينابيع وإنقاذ حياة العديد من العصافير البرية اللي وقعت في بعض الشباك العشوائية. نعم، نحن قبل أسبوع تقريبا من الآن قام مجلس قيادة مجموعة خليل الرحمن الكشفية بزيارة خاصة إلى حسان واستكشاف عدد من الينابيع. قمنا في هذه الجولة بالذات بعد أن وجدنا العديد من العصافير العالقة في الشباك العشوائية، قمنا بإنقاذ عدد من تلك العصافير التي يعني كادت أن تهلك وهي معلقة ومتروكة في ذلك المكان، وقمنا بالتخطيط لهذه الرحلة التي نفذناها لباقي ولجميع منتسبي المجموعة من أشبال وكشافة وكشاف متقدم وجوالة، ومشاركة شركائنا في العمل التطوعي والخدمة الاجتماعية عشيرة جوالة شام الخليل. وتم التقاط العديد من الصور. أي نعم صحيح، لدينا يعني ألبوم واسع وكبير جدا من الصور المميزة والجميلة لتلك المناطق ولتلك الينابيع، وقمنا يعني باستكشاف المغر الخاصة بتلك الينابيع والدخول إلى جوفها في أجواء كانت باردة نسبيا، ويعني النزول إلى المياه شديدة البرودة في تلك المواقع التي يعني فوجئنا بوجودها في ربوع بلادنا الجميلة المباركة. وكانت لكم أيضا رحلة مماثلة العام الماضي لبتير. نعم صحيح، قبل سنة من الآن في العام الماضي نظمنا رحلة شتوية كانت مميزة جدا بمشاركة 70 من منتسبي المجموعة، زرعنا خلالها 70 شتلة وشجرة في منطقة بتير بالتعاون مع الأهالي. انطلقنا من بلدة بتير مرورا بسكة الحديد ثم متوجهين إلى أراضي المخرور وصولا إلى منطقة بيت جالة. كانت رحلة مميزة جدا في تلك المناطق الجميلة، احتوت على أنشطة متعددة كان من خلالها يعني تسلق الجبال واستكشاف المغر واستكشاف المناطق والينابيع والأراضي الجميلة والطبيعة المميزة
التي يعني تتميز بها تلك المنطقة. نحكي عن التعاون ما بينكم كمجموعة خليل الرحمن الكشفية وعشيرة جوالة نشام الخليل. هناك يعني شراكة وتعاون كبير بين مجموعة خليل الرحمن الكشفية وعشيرة جوالة نشام الخليل بقيادة القائد أيمن سياج، وهو عضو مفوضية الخليل مسؤول خدمة وتنمية المجتمع فيها. هذه العشيرة التي يعني تعمل على تنفيذ الأنشطة، أنشطة خدمة وتنمية المجتمع، تشاركنا في معظم الأنشطة التي نقوم بها كمجموعة، وهي يعني عشيرة تحتوي على جوالة مميزين ومبدعين ويحبون العمل التطوعي وينظرون إلى خدمة المجتمع شعارا لهم كخدمة عامة في عملهم في إطار الحركة الكشفية الفلسطينية. تحية لك نعمان سلهب، قائد مجموعة خليل الرحمن الكشفية وأمين سر مفوضية كشافة محافظة الخليل. تحية لكل أعضاء هذه المجموعة ويعطيكم العافية ويسعد هالصباح الحلو. شكرا لكم وشكرا لجهودكم في تغطية أنشطتنا الكشفية، ويسعد صباحكم جميعا. شكرا لك يا نديم.